الله، طابت أوقاتكم بكل الخير مشاهدين عبر قناة الإيمان، مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر، ويطيب لنا أن نطل عليكم في هذه الحلقة الجديدة من محطتنا الأسبوعية خلال شهر رمضان المبارك علمني رمضان. نتمنى لكم الوقت الطيب معنا. في عصر السرعة الذي نعيش، عصر سرقة الوقت بامتياز، تتضاعف حاجتنا لأن نعطي قيمة لهذا الوقت، وفي شهر رمضان نحتاج أيضا أن نعطي قيمة لوقتنا، إذ يمن الله تعالى علينا بحسنات مضاعفة طالما اهتممنا بتوقيت كل ما نقدمه وكل ما نلتزم به في هذا الشهر، سواء من الطاعات الواجبة ومن المستحبات أيضا. ولأجل ذلك لابد أن نستثمر وقتنا في هذا الشهر قدر الإمكان، ورغم معرفتنا بأهمية الوقت في هذا الشهر إلا أننا قد نتكاسل ولا نستثمر وقتنا جيدا، أو حتى لا نعرف كيف يمكن أن نستثمر هذا الوقت. ونشير إلى أمر مهم أيضا في هذا الإطار، وهو أن الشهر الكريم يشكل بيئة خصبة لتعلم مهارة التعامل السليم مع الوقت وإدارته بفعالية. ولكن ما هي المحفزات وما هي الأساليب التي تجعلنا ننجح في هذا الموضوع، وكيف لنا أن نكتسب مهارة إدارة الوقت والحفاظ عليه والاستفادة منه قدر المستطاع؟ هذا هو عنوان الحلقة الذي سوف نكون فيها معكم مشاهدينا ومستمعينا حول إدارة الوقت وبكل ما يحمل من تفاصيل، سواء بشكل العام لأهمية الوقت في حياتنا، ولأننا بالنهاية مسؤولين عن هذا الوقت وسنسأل عن هذا الوقت فيما قدمنا فيه وكيف استفدنا منه، وكيف أيضا بخصوصية شهر رمضان المبارك. ضيفتنا في هذه الحلقة الاختصاصية في الإرشاد التربوي الأستاذة فاطمة نور الدين، ولنا أيضا وقفة مع مداخلة هاتفية عبر الحلقة من فضيلة الشيخ محمد جواد محسن. هذا هو موضوعنا، نرحب بكم جميعا للمتابعة، واسمحوا لي أن أنتقل للترحيب بضيفتي الأستاذة فاطمة نور الدين. أهلا وسهلا فيك، والله يتقبل أعمالك لهالشهر. أعمالك إن شاء الله. تحية إليك وللأحبة المشاهدين والمستمعين. يا هلا. والشيء قبل المفروض بخصوصية شهر رمضان أستاذة فاطمة، بنعرف أنه الحياة هي مؤلفة من هذا الوقت اللي هو محدد بالنهاية منذ أن أتينا الحياة إلى أن يشاء الله، وهالوقت موجود مادة متوفرة بين أيدينا، ولكل راحته في استثمار هذا الوقت أو بالمقابل للأسف إضاعته إذا لم يحسن ذلك. خلينا نحكي أول شيء عن قيمة الوقت بحياتنا، شو هي، كيف تثمن إذا صح التعبير، والمجرى يعني الصحيح والسليم للتعاطي مع هذه القيمة. صحيح، كما ذكرتي أخت سوزان، يعني الوقت هو أثمن ما نملك، واليوم يعتبر من الثروات. يعني بينقال أنه كيف واحد معه مال، كمان عنده علم، كمان موضوع الوقت. والرسول بيقول اغتنم خمسا قبل خمس، أو الإمام علي، بمعنى أنه أحد هذا الموضوع أنه شبابك قبل هرمك وحياتك قبل موتك، لأهمية وخصوصية فرصة العمر. لأنه هي المادة اللي نحن بنقوم فيها بكل الأعمال. اليوم أنا إذا معي آلاف الدولارات وعندي الكثير من البيوت والعقارات، بس أنا معي يومين لعيشهم، شو بستفيد؟ بالوقت اللي أنا إذا كنت فقير معدم وما عندي إمكانيات، بس مع الوقت المتاح بقدر بهذا الوقت حط خطة وأحصل وأوصل لأهدافي وأنجز ما أريده. فإذا الوقت إذا منقاربه هو اليوم ثروة من الثروات، للأسف مثل كثير من الثروات الأخرى، مثل الشباب، مثل الصحة، مثل المال. السر بكيفية استثماره. يعني حتى اللي بيكون بعضه صغير أو بعضه شاب أو عنده هلا وقت فراغ، بيقولوا كمان لازم نستفيد من وقت الفراغ قبل الانشغال. إذا ما عرفنا كيف نستثمر هذا الوقت، بالتالي كمان قيمة هذا الوقت بتقل. لأنه الوقت بما هو وقت قد يذهب إلى سدى. إذا أنا هلا وقتي فراغ وما عندي شيء أعمله، ما بعرف استثمره، بنام فيه. في كتير ناس بيصير معهم هيك أخت سوزان، بيقولوا لك ما بنعرف كيف مرق الوقت، ما بنعرف كيف مرق العمر. طب كيف؟ وفي ناس عندهم الثاني ودقيقة بيلحقوها يستفيدوا منها. صحيح. طيب هيدي يعني كيفية التعاطي، هل بنقول هي تخلق معنا بفطرتنا، أو يعني موجودة عنا بتكويننا الذهني والعقلي، أم لا هي مهارة تكتسب؟ يعني هي بنتعلمها يمكن بشكل عام كمان.
قدين إحنا اليوم بالفعل حريصين إنه نكون عم نعرف نتعاطى مع هذا الوقت أم لا. إذا بدي أقرأ هيك بقراءة اجتماعية نوعا ما ومن مشاهداتنا ومتابعتنا لموضوع الوقت. صحيح. أول شيء خلينا نبلش على ناحية الفرد مثل ما سألتي حضرتك، إنه هل إحنا موضوع الوقت مكتسب ولا لا بيخلق الإنسان بيعرف؟ حتما في تميز بالشخصيات، في شيء بيكون بيجي معنا من نتوارثه مثل ما بيقول أكيد، لأنه منلاحظ في ناس عندهم إحساس بالوقت أكتر من غيرهم، بيكونوا هيك يقظين بالوقت اللي في ناس ما بيعرفوا، بيقولوا لك ما عرفنا كيف مر الوقت. ولكن هي بالتأكيد حتى اللي هو بيخلق لأبوين كتير بيعرفوا يستثمروا الوقتهم، بيعرفوا كتير يدركوا أهمية الوقت، بحاجة إلى تدريب. هون التدريب ينبع من شغلتين، من تدريب عملي نحن من نتدرب كيف نقرأ الساعة، كيف نحن نعرف إنه الوقت ما لازم يضيع وكيف ندير هيدا الدقائق وهيدا الثواني. في شغلة تانية هي بالموضوع العقل المعرفي، هو إدراك قيمة الوقت. يعني أنا اليوم موضوع النظافة، حتى لو علمت ابني كيف ينظف، لازم يا ماما تكب هون وهيك مننظف وهيك مننكنس، إذا هو ما عارف قيمة النظافة وأهميتها وانعكاسها على حياته بيطنش كتير مرات. حتى لو بيعرف، في ناس بيعرفوا أنه إحنا ما لازم نكب على الشارع، بس ما بيقدروا قيمة النظافة بيكبوا. نفس الشيء الوقت، قد يكون نحنا منخلق بالمدرسة منظمين، بنظمونا بدق الجرس بوقت محدد، الحصص كلها منظمة بدقائق محددة، ولكن ما بيقدروا قيمة الوقت. يعني إذا قلتي لهم هلا ضاع ساعة من وقتك بيقولوا لك إنه إيه شو فيها. بالوقت اللي في ناس لا بيدركوا إنه قيمة الوقت كتير عالية ولازم أنا أعرف كيف أستفيد من هيدا الموضوع. هيدا بلحاظ الفرد. يعني أنا اليوم إذا إنسان ما بعرف تير وقته، فبالتالي هي مهارة، أنا مثل ما بتعلم السواقة، مثل ما بتعلم الطبخ، مثل ما بتعلم الكتاب القراءة، أنا قيمة إدارة وتوزيع الوقت لازم أتعلمها. واليوم كتير في كتب، كتير في ورشات للي عن جد حابب أنه يمشي على هيدا الطريق. أما من الناحية الاجتماعية، نحن بمجتمعات يمكن شوي ربينا أنه بيقولوا المواعيد على الطريقة اللبنانية، المجتمعات العربية شوي مش مدركة بقيمة الوقت. أنا بحس في إجحاف أنه نعمم. اللبنانية حتما في ظروف أوصلتهم لهون، بس نحن عايشين بمجتمع، وأنا بشوف كتير من الأشخاص اللبنانية ملتزمين جدا. أنا بقلك الصراحة، أنا شخص ربيت بعائلة أمي وأبي مثل الساعة، يعني مبرمجين لدرجة مبرمجين بطريقة كتير منظمة، وهن لبنانية وهن أقرب الناس لألي، ما عم بحكي عن شيء بعيد. فبالتالي لا، في اجتماعيا للأسف فينا نقول أنه عدد كبير من الأشخاص، ولكن ما عاش فينا نعمم هذا التعميم، لأنه في كتير أشخاص عن جد جدا ملتزمين بالوقت وبقدروا قيمة الوقت. يعني نحن كمان يمكن الحكمة القوية، يعني لما بتعطى الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، يعني كمان إنه هذه لما بفوتنا أي وقت وما بنستفيد منه هو خسارة 100%. صحيح. بس خليني أوقف عند يعني إشارة لطيفة منك أستاذة فاطمة، نحن لا ندرك قيمة الأشياء. صح. كيف يعني ادرك القيمه؟ وهل كمان هي راجع على شو؟ خليني اقول، هل هي انه كمان انا تجربه يمكن بالحياه بتعلمني احيانا اعرف قيمه الموضوع، او انه عندي هدف بخليني اعرف قيمه الوقت؟ خلينا نحكي تحديدا شو اللي بيجي يخلي انه انسان بيعرف قيمه الوقت وانسان ما يعرف قيمه الوقت؟ صحيح. ادراك قيمه الاشياء مرتبط جدا بوعي وعقل الانسان. هون اللي بيتميزوا الناس فيه. يعني مثل نحن لما بنقول موضوع القران، موضوع النبي محمد، النبي محمد لما كان موجود بهذا العصر، نحن هلا بأجواء شهر رمضان، إنه شو الفرق كان بين الناس؟ ليش في ناس عرفت استفادت من وجود النبي محمد بحياتها وناس ما عرفت قيمته، مع إنه اثنيناتهم شافوه واثنيناتهم كانوا متواجدين معه؟ هون اللي بيميز البشر. إدراك قيمة الأشياء هي بتعقلها وبفهمها. فموضوع الوقت نفس الشيء، نابع من شيء معرفة. الإنسان ببلش اصلا اليوم بتغيير السلوك. اليوم لما بيقولوا العلاج المعرفي السلوكي، شو معناتها؟ اليوم اصلا اذا انت بدك تروحي عند معالج نفسي، اذا انت بدك تغيري حياتك، ما في شيء ببلش مثل السحر، ما في شيء والله انه انا قلبي حاسسني لازم اتغير بتغير، ما بيكفي. في دوافع. بالضبط، في دوافع. وفي عقل بده يحكم حركتنا. دائما اقوى التغيرات بتصير هي لما انا بدرك. اليوم بعلم التغذيه، الناس هلا شهر رمضان وصيام ونصاحه وضعف، عم يحكوا عن البعد السيكولوجي، وعم يحكوا قديش موضوع ان
يعني أنا موضوع فكرتي تجاه موضوع الأكل تجاه صحتي، بتحس الناس اللي هن بينطلقوا من موضوع صحي ومن خوفهم ومن إدراكاتهم لأهمية الغذاء على حياتهم، وكيف أنا كل شيء بفوته على حياتي بينعكس على نفسي على روحي على قلبي على كل شيء، بتحسي هول تغيرهم غير الناس اللي هن ما عندهم هيدا الإدراك لأهمية الصحة وأهمية الغذاء. نفس الشيء الوقت، إنه أنا بدي يكون عارفة مدركة بعقلي إنه أنا هيدا الشيء إذا ما عرفت استثمرته أو إنه هيدا الشيء هو كل شيء. يعني مثل لما كنت عم تقولي الوقت كالسيف، نحن كانوا يقولونا يا كتير نحن وصغار بس ما كانت تتأثر فينا لحد ما تفكرنا فيها شو يعني السيف وقديش قطعت السيف، يعني بيقولوا إنه حادة يعني وما في عودة عنها، مش شيء بتشيلي بترجعي بتركبيه. فبالتالي التفكر بهيدا الموضوع بيخلي الإنسان يصير أكثر على دراية، وهذا الشيء نصيحة لحتى نبلش من عمر صغير. يعني أنا قد تأخذ مني حتى ما أكون هلأ زدت على العالم، يعني تفكر وقصص تفكر ما بيتطلب آلاف السنوات أو الساعات، موضوع دقائق. يعني اليوم لما الله بشهر رمضان بقلنا أنه لازم نتفكر، أو تفكر ساعة خير من عبادة 50 سنة، شو معناتها؟ يعني أنه هي شغلة بدها كتير؟ لا، أنا قد أقعد ساعة أقعد فكر أحكي خطاب ذاتي مع نفسي، أو أقرأ هالكم الهائل. نحن الحمد لله عنا تراث رائع من أهل البيت بموضوع أنه عم ينصحونا، أو حتى هلأ أخذ سوزان، نحن هلأ بعصر السوشيال ميديا وتحول الكرة الأرضية لقرية كونية، اليوم أنت هلأ أنجح ملياردير أو أنجح بروفيسور بالجامعة، بتقدري بكبسة زر جيبي تعملي داونلود لكتابه أو تحضري له فيديو بيكون عم يخبرك عن أسرار حياته. طب إذا الواحد بيتأمل كل هول الأشخاص اللي نجحوا بالحياة وحققوا أهداف في مختلف المجالات، أحد أهم أرصدتهم كان الوقت. ما حدا فيهم كان قاعد ما عم يعرف يستفيد من وقته. هلأ بغض النظر عمل مجهود كبير عمل مجهود قليل، ولكن كان كل السر بأنه عرف استثمر من الوقت. حتى هلأ أخت سوزان من فترة كان في كتاب أو موجة كتير عم تنتشر نادي الساعة الخامسة بأمريكا، عم بيقولوا انه قديش نحن لما منفيق الساعة 5 حياتنا بتفرق. عملوا كتاب ومؤثر بالناس 5 فجرا اكيد، وهيدي موعد صلاة الصبح بالضبط، لان المسلمين اصلا اذا هن بيمشوا على العادات الاسلامية لازم تكون شغلة بحياتهم. يعني هلأ اليوم عم بيأثبتوها انه انت اذا عن جد بدك تحقق اهداف وتلمس تغير جذري بحياتك جرب في الساعة 5. وبيحكي الكاتب عن تجربته، هي موجودة عنا من الاف السنين هيدا، هل نحن عارفين مش عم نطبقها نهائيا؟ حتى إذا طبقناها هل نحن عن جد عارفين؟ لأنه صراحة أخت سوزان والله كل القصة بالإدراك مثل ما سألت، يعني أنت حطيتي إيدك على عصب الموضوع. لأنه إذا أنا ربيت ابني ونحن لازم في عصر الصبح الساعة 5 لازم يا ماما، وهيدا الفجر يحس عبء لا أكثر ولا أقل. أو أنت بيسألك سؤال لي مثلا بالضبط، لما أنا بشرح له أهمية هيدا الساعات الصباح للكل نايم فيها سوف يقبل عليها حتى بكله. حتى دراسات هلأ عم تشرح أنه الجسم اللي بيخلص من خلال ساعات الليل من إزالة السموم وبيدخل بمود الدماغ بيريح حاله وبيجمع معلوماته، كيف الصبح بيكون هيدا الصفاء اللي عنده إياه الإنسان ما بيقدر يحصله بولا أي ساعة من ساعات النهار. طب أنا ابني لما بحكيه بهيدا التفصيل أكيد شجعه وبعطيه أو حتى لما بحكي هذا الخطاب مع نفسي مع حالي 100% يعني. نحن يمكن أولا نحكي أول شيء مع حالنا نظم حالنا إلا بعدين. من هون أستاذة فاطمة بنشوف نموذجين من الأشخاص، نموذج بيقلك ما عندي وقت، ما لحقت أعمل أو ما قادر أعمل لأنه ما عندي وقت، ونموذج بتلاقي حياته ماشي بالفعل على الدقيقة. وعنده يمكن مثل ما حضرتك حتى هلأ مفكرة بالفعل بيحط بهيدا الوقت بهيدا اليوم. هلأ في ناس يمكن بتضج منهم هولي بس لا بيكونوا ناجحين 100% خاصة إذا كان عندهم مواقع إدارية أو حتى بحياتهم العادية بينجحوا كمان، مش ضروري يكونوا بأعمالهم فقط. فهذا بيعطينا الفكرة يمكن أنه بوجود هولي النموذجين نحن يمكن نكون أحد منهم، يا منكون من هيدا الحريص على وقته بيستفيد منه، يا لا منقول نحنا ما عنا وقت وما بدنا نعمل شيء. بدنا نفوت على شهر رمضان اللي هو رزنامي وقتي بكل معنى الكلمة. أول شيء هو موسم سنوي حتى يعني مجيئه مرة بالسنة، هيدا يمكن أول خطوة بهذا الموضوع. هيدا الشهر بالمبدأ أدي بيتعاطى مع موضوع الوقت أو التوقيت صراحة، يعني كل التزامنا بهذه العبادات اللي هي موجودة بهذا الشهر المبارك. صحيح، أنا بحب سمي شهر رمضان دورة تدريبية. اليوم الناس كتير عم تعرف أهمية التدريب، بتسجل بكورسات وبتعمل. شهر رمضان هو دورة تدريبية بمختلف الأصعدة بالتحديد بالوقت. الحمد لله نحن أصلا من الناحية الشريعة الإسلامية هي شريعة كتير منظمة كتير بتعتمد على المواقيت، يعني نحن حتى الأشهر الهجرية
موضوع علاقتها بالقمر بالزمن صلواتنا، يعني مش انه انت يعني بتفيك معك خمس صلوات صليون امتى ما بدك، حتى صلواتنا منظمة بالتوقيت حتى المستحبات اليوم حتى الواجبات، انه انت بهيدا العيد بتضحي بهيدا العيد مثلا مستحب هيك، بهيدا اليوم نهار الجمعة مثلا، معناتها كتير يعني كل الاسلام يعني اذا كل المستحبات بتصير حياة منظمة فينا نبلش اصلا من هون، فما بالك عن شهر رمضان اللي هو كل هيدا القصص بقالب فيه الكثير من الخير والرحمة. يعني مرة أنا بعمل دورة تدريبية عسكرية بيكون المدرب كتير قاسي وفي كتير هيك الجنود عم يخضعوا لتدريب جدا جدا قاسي وما في مزح، ومرة بيكون دورة تدريبية رحيمة يعني أنت عم قلوا نومكم فيه عبادة، إذا فقتوا بهذا الشهر بالضبط، إذا أنت فقت على السحر ودعيت هيدي الأدعية حيلمس بالضبط، ومش بس هيك بنلمس لمس اليد هيدي الهدوء النفسي والحالة المعنوية الرائعة لما منقوم بمختلف العبادات بشهر رمضان. ففعلا مثل ما ذكرت شهر رمضان هو محطة سنوية ودورة تدريبية، بس علينا أنه نعرف نغرف منه مصبوط. نعرف كيف حتى نستفيد منه، منبلش من ساعات الفجر الأولى لا المساء لتاني يوم متواصل على طول في شيء لازم اعمله. حتى مرات في ناس بقول لك طب انا بدي اقسم، خاصه الامهات يعني اليوم او اللي عندهم مثل ما قلتي مهام او مسؤوليات، انه انا بقول لهم بس يكفي انه انتم خلال شهر رمضان شوفوا الاعمال المطلوبه ويطبوا وقتكم على اساسها، حتحسوا انكم صرتوا اشخاص منظمين. مثلا بدءا بالافطار والسحور، لك قديش بعد ما حكينا باي شيء عباده احنا بحياة اليومية، يمكن بيتغدى كل فرد من افراد الاسرة بوقت محدد، الاولاد بس يرجعوا من المدرسة، البي بس يرجعوا من الشغل، بشهر رمضان فيها هالقد تمايز بوقت الاكل، خلص الله اكبر على ساعة الافطار تتجمع كل الاسرة بياكلوا بنفس الوقت. نفس الشيء السحور في وقت امساك بالدقائق اليوم، بعد هالدقيقة ببطل فيك تحطي ولا نقطة مي بتمك، فبالتالي انت بدك تنظمي فايقتك وتنتبه، بيكون الكل على الساعة. يعني بنصير نحن بشهر رمضان 30 يوم منظمين، ليش حتى قبل ساعات الافطار الصغير الكبير شو بكون عم يتطلع على الساعة. يعني انت 30 يوم الله عم بيقلك عينك على الساعة، لانه انت تفرق معك على دقيقة. فبتبالي بتبلش من هون، احنا بننظم مواعيد اكلنا، انه انتو هيدا الاكل اللي عطول في ناس اصلا حتى مرخبط نظام بياكلوا بلقمشوا، موضوع الاكل عندهم اصلا مش منظم، فبالتالي من الحاجات الاساسية النوم الاكل، حتى موضوع النوم انا بدي نام بدي فيق كرمال صلي كرمال لحق السحور، فبالتالي ببلش شهر رمضان من هون، انه من الحاجات الاساسية بنظم لنا اياها الاكل والنوم لننطلق ببقية الامور التانية العبادية اللي هي كلها اجر ومكافآت. انه يعني وحتى اجر ملموس، انا هذا اللي بحب اقوله، انه انتم جربوا مش على طول بس انه بشهر رمضان انه الاجر هو شيء بعيد، يعني انت هلا عم تعمله وعم يتكدس بالخزانه وان شاء الله يوم القيامه او وقت الحساب حتشوفيه، لا في شيء مثل ما نقول كاش دغري بالضبط دغري، يعني مجرد ما تفوتي فيه حتشوفي نفحات الرحمه دغري انعكست على حياتك. فهون من اهميه شهر رمضان بهيدا اللحاظ، وما لازم اي حدا كيف بيقولوا الشقي من حرم غفران الله في شهر رمضان، انا كمان بعتبر انه كتير بيخسر وكتير بيكون عم بيضيع حاله فرصه كتير ذهبيه لما بيعرف يشوف شهر رمضان بهيدا الموضوع. الام او الزوجه او الاب او اي حدا حتى بنطاق العمل اليوم عم بيخففوا الدوامات وعم بيزبطوا، لما بنقدر نلقط جوهر شهر رمضان بمختلف مضامينه القيميه، وبالتالي ايضا من هيدا الناحيه ايضا موضوع قيمه الوقت وتنظيم الوقت قد فينا من شهر رمضان نعكس على حياتنا. طيب لما بفوت بشهر رمضان بعتقد ناس كتار بيحبوا أنه يلتزموا بكل هيدي التوقيتات اللي هي موجودة، وخاصة المرتبطة بالعبادات، يعني احنا عنا 30 يوم كل يوم بدنا نقرأ جزء مثلا من القرآن الكريم، هذه في ناس كتير بيحرصوا عليها وبيحطوا له وقت محدد كمان، وبالفعل بيقدروا ينجحوا وغيره وغيره من الأمور. كمان لما نحنا بدنا نبلش قدي النية بدها تكون حاضرة بهذا الموضوع، قد الإرادة بدها تكون حاضرة، نحن لأنه ممكن نحن نقول بدنا نعمل هيك بس لما ننزل على الأرض نلاقي حالنا يعني مشينا كم يوم وبعدين خلص وقفنا. قد هول العنصرين أساسيين بموضوع الاستفادة من أوقات شهر رمضان. صحيح فعلا، موضوع النية الإمام علي بيقول عرفت الله بنقد العزائم وفسخ الهمم. يعني أنت فعلا لما بتكوني عازمة على أمر بتقومي تاني يوم تحسي حالك ما قدرت تتحققيه، يعني هون فعلا في بده قوة وبده إرادة وبده اتصال كتير كبير بالله، وبده يعرف الإنسان من اللحظة الأولى أنه أنا قد ما أخذت قرارات ونوايا إنما أنا الاتكال المزبوط والقوة الحقيقية بدها تلجأ لله فيها، يعني حتى النفس بتفاجأ حتى بهذا الموضوع، خاصة الأشخاص اللي عم بيفوتوا
بدوامة مثل ما قلتي عدم الاستمرارية، لأنه اليوم اكتساب العادات بحاجة لمثابرة واستمرارية. يعني بقولوا أنه اليوم بدك 21 يوم تعمل الشغلة كل يوم لحتى تصير هي عادة من العادات، فبالتالي أكيد بدها تبلش بالنية الصادقة وبطلب المعونة من الله. فبشهر رمضان الدعاء مستجاب فيه، هيدي ما لازم أبدا نغفل عنها. والموضوع الثاني أنه نحن حتى لو، يعني هون أنا دايما بحب أقوله لكل الأشخاص اللي عم بتابعوني، أنه أنا حتى لو فشلت بنص الطريق وحتى لو أنا ما قدرت، مش إشكال. ما هي الدورة التدريبية شو معناتها؟ أنه أنا أتدرب على هذا الموضوع. هلأ أنت لما بلشت تسوق دغري من أول مرة كنت سواقتك نظامية ولا غلط ولا أبدا جيت لتعملي ولا مرة أي خط؟ لا، عطول نحن بس نكون عم نكتسب مهارة معينة، قد بمنتصف الطريق نحن نضعف أو نفشل، هيدا الشيء مش إشكال. حتى بعد شهر رمضان إجمالا معظم الشغلات اللي منواظب عليها 30 يوم تبقى معنا إذا نحن قررنا، وما كنا عم نعتبر حالنا أنه نحن يلا ما نحن شو اللي بيصير أخت سوزان فينا. إذا بدك بختم بهيدا الفكرة، أنه كمان نحن بنخدع دماغنا، أنه كيف أنت بتقولي لحالك يعني شدي وبتزول، نحن كمان نتعاطى مع شهر رمضان أنه فترة مؤقتة وبتروح. يعني مثل واحد بيكبس كبسة أنه هلأ بننتقل لموت شهر رمضان، بيخلص شهر رمضان نرجع على المود الطبيعي. إذا نحن أصلا فايتين على شهر رمضان عم نقول لأنفسنا أنا عندي مشكلة مثلا موضوع الأكل، أو موضوع أنا بضيع وقت كتير، أنا مش ضروري حط هدف جدا صعب على حالي وقول أنا بتصير مثل الساعة بعد شهر رمضان، وهذا منه شيء واقعي. أنا بيكفي أقول أنه أنا خليني مثلا بشهر رمضان يصير وقت صلاتي على الوقت، أو أنا خليني بشهر رمضان على القليل انه يصير حس بالوقت اكثر، يصير انا منظم حياتي مثل شهر رمضان، بحط هدف قابل للتحقق وبكون قايله لحالي انه انا عم بتدرب احكي مع حالي بهيدا الطريقه. مثل موضوع مثلا تدخين او حتى الاكل، الناس شو بتكون عم تقول؟ اول 15 يوم بتكون كلها بحماس، بعد خمس يلا هانت 15 يوم وبيخلص، نرجع. بيخلص شهر رمضان وبيقلب نرجع لعاداتنا. بس ما في اي حدا بيفوت على شهر رمضان بنيه انه هو عن جد بده يتدرب ليكتسب عاده الا عن جد. حتى هذا الموضوع بيحرجنا استاذه فاطمه، انه انت قادر يعني لما 30 يوم مثلا بتوقف تدخين او مثلاً بتوقف الاخلاق السيئه او بتوقف اشياء انت معود عليها وبتنجح انك توقف عنها، معناتها ما لك حجه بعدين تقول انه انا مش قادر. صح. مثل ما كمان الغير المنظم لما بينظم وقته بشهر رمضان كمان لما بده يظهر لازم يعني يدان اذا ما قدر رجع كمان كفى بهذا، لانك انت جربت وقدرت انك تنجح. صحيح. يعني اخت سوزان مرات كتير بتقولي له لابنك انت قادر انت قادر يا ماما فيك، ما بيصدق الا لا يقدر. بتشجعيه انت فعلا اذا زبطت معه جاب علامه ناجحه او عمل اي شيء هون بيصدق. فكانه شهر رمضان الله بعث لنا اياه بالضبط هيك لحتى يقلنا انه انتم بتقدروا، انتم بس بدكم تجربوا. يمكن الانسان بتعرفي انت موضوع القوانين وانه الانسان قد ما جرب يحط اذا ما انجبر او ما انحط تحت ضغط انه ينحق ما بيعمل بالضبط. فبيجي شهر رمضان حتى نحن فعلا نطلع نتفكر ونطلع ونقول اه فعلا لك انا بشهر رمضان قدرت. يعني انا عشان هيك بيقولوا من كان فيه قادر بيقدر على غيره من الشهور، انه هو شو يعمل يحقق نفس الاهداف اللي كان عم يعملها بشهر رمضان 100%. على كل حال نتابع معك ضيفتنا بالاستوديو استاذه فاطمه نور الدين، بس بدنا نروح لضيفنا عبر الهاتف. صار معنا فضيله الشيخ محمد جواد محسن بينضم لنا. السلام عليكم فضيله الشيخ، والله يتقبل اعمالكم يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله، صبحكم الله بالخيرات لك اخت سوزان ولضيفتك اخت فاطمه ولجميع المشاهدين والمستمعين. اهلا وسهلا. عم نحكي عن الوقت مولانا، واللي هو كلنا نعلم انه هذه يمكن الجوهرة الثمينة اللي توضع بين أيدينا، وكل واحد بيتصرف معه يمكن حسب رؤيته لموضوع الوقت. خلينا بداية دينيا، كيف هي النظرة لموضوع الوقت؟ وقديه كان في يعني تنبيه انه عدم التفريط بهذه الثروة اللي بين أيدينا. تفضل مولانا. بداية الوقت هو من النعم الإلهية اللي هي رح نسأل عنها يوم القيامة. وهدر الوقت وعدم تنظيمه هذا بخل بنظام الحياة وبيؤدي إلى مشاكل وتقصير أما بالعمل أو بالمنظر أو بالمجتمع. نعم. فكيف لو كانت هيدي الأعمال من الوظائف المهمة اللي أنت عم تأديها؟ فإهمال الوقت أو إهمال عامل الوقت فيها بيؤدي إلى تضييع الإمكانات وعدم الإنجازات. مشان هيك بيقول أمير المؤمنين الإمام عليه السلام بيقول الفرص تمر مر السحاب فانتهزوها إذا أمكنت في أبواب الخير وإلا عادت ندما. وفي عنده كمان رواية بتقول إن الليل والنهار يعملان فيك فعمل فيهما ويأخذان منك فخذ منهما. بالضبط. فمشكلتنا نحن أنه الله سبحانه وتعالى عن جد الرحيم والرؤوف الودود لإلنا، نحن أعطانا كل الإمكانات والقابليات، لكن المشكلة الأساسية
هي نحن فينا نحن بعدم تنظيمنا. والأخت فاطمة هي طرقت لهذا الموضوع أنه نحن للأسف الشديد مش عم نعرف قيمة الوقت. هيدي المشكلة الأساسية. لذلك هلأ بتشوف أنت مثلا عم بضيع أوقاتنا ليش؟ بسبب عدم تنظيم الوقت. من أجل الأعمال مثلا، من أجل المواعيد، بيكون الغالب على اهتماماتنا هي جلسات اللهو، ما مننجز الأعمال والتكاليف الوقت المحدد. كل هالأشياء هيدي بتأدي للأسف الشديد لضياع الوقت. لذلك نحن بالإسلام الكريم شدد كتير على موضوع الوقت. شوفوا أنتم مثلا، عن جد تراثنا تراث غني بهذا الموضوع. شوفوا أنتم مثلا هيدي الرواية عن الإمام القاضم عليه السلام، بيقول فيها اجتهدوا في أن يكون زمانكم 4 ساعات، ساعة لمناجاة الله، يعني نحن طبعا يعني أكيد بدنا نخصص ساعة لله، وساعة لأمر المعاش، وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات إلى إلى إلى، وساعة فيها تخلون فيها للذاتكم في غير محرم. فهودي هن 4 ساعات. نحن إذا نحن قصمنا وقتنا على هذا الأساس، نحن فعلا منكون عم نقضي واجبنا بشكل كامل. يعني من أيمتى نحن الإسلام حكي، يمكن عم نقول من مئات السنوات، واليوم بيجوك العلماء الأوروبيين والغرب بيقولوا لك هذا كتاب بإدارة الوقت، هو موجود عندنا يعني يا جماعة، رجعوا لأدبياتنا الإسلامية بالضبط. والله كله هيدا نوجد يعني بالضبط. بس للأسف بالضبط. ما حدا اهتم بهيدي الكنوز وطلعها وظهرها للأسف الشديد. هو يعني هو موضوع تنظيم الوقت طبعا الأساس هو بيرجع للأسرة بالأساس، يعني للتربية، للتربية الأساسية. يعني نحن عفوا لو ما مثلا بي وأم كانوا مثلا منظمين وقتهم، يعني مش لح أطلع فعلا يعني أنا منظم يعني. أما إذا كنت عايش بفوضى وما بعرف شو، كيف أنا بدي استفيد من هذا الوقت؟ مزبوط. لذلك أنت بتشوفي هلأ مثلا نسبة كبيرة بشبابنا للأسف متجهين نحو الفراغ، في فراغ فكري وفراغ بكل شيء يعني حتى يعني لذلك هلأ بتجهوا مثلا لموضوع التواصل الاجتماعي مثل ما شايفين أنتو. هذه المصيبة الكبرى اليوم اللي عم تسلبنا وقتنا للأسف، بيقعد واحد ساعات وما بيحس. بالضبط. لذلك صار فيه تبدد للقيم، ما عادش عندنا قيم بالمجتمع. فكل هذا الموضوع بيرجع لشو؟ للوقت. لذلك عطول الله الله بنظم أمركم. نحن لما ننظم أمرنا فعلا فعلا كل شيء بحياتنا بيتنظم بطريقة يعني رائعة جدا. طيب شهر رمضان تحديدا سمحت الشيخ، شو اللي هو اللي نحن بنقدر نستفيد منه انه بالفعل نلتزم ونجرب على الأقل انه نحن تعالوا نحط أهداف انه نحن بدنا نزبط هالوقت ونديره ونعرف كيف نستفيد منه بأقصى قدر ممكن؟ شهر رمضان قد بيعطينا هالفرصة اليوم؟ شهر رمضان فعلا يعني هو مثل ما تفضلت الأخت فاطمة، هو شهر الوقت، شهر التدريب عن جد على موضوع تنظيم وقتنا. شوفوا انتم مثلا عن جد يعني موضوع مثلا الصيام من اي وقت لاي وقت مثلا، شوفوا مثلا موضوع المستحبات الموجوده فيه، شو لازم نعمل ومشاكل، كله هذا تدريب لنا، تدريب لنفسنا. الله سبحانه وتعالى عم يقول لك انه هالشهر يعني ماشي، انت يمكن بغير شهور عم تقضيها فوضى وما بعرف شو، بهذا الشهر انا بطلب منك شغله بس، وانت بضيافتي يا عبدي، انت بضيافتي بس بدي منك شغله، انت بس تنظم وقتك بهذا الشهر، اعطيه ساعه لإلي بس، بدي ساعه لإلي. ساعه هيدي الساعه انت عن جد بتفضي فيها الطاقات السلبيه الموجوده فيك. فلذلك نحن قد ما فينا نغتنم بهذا الشهر عن جد بيكون يعني مكسب لنا لباقي الشهور حتى يعني. بس مشكلتنا نحن يعني خلص ما نصدق كيف يخلص شهر رمضان، وهذا الشيء مشكله كبيره، هذه مشكله كبيره بمجتمعنا للاسف، لانه بنحسه يعني البعض طبعا بحسه عبء، بحسه نوع من التقل اللي بده يخلص منه، خلص يرجع لحياته اللي فيها تفلت اكثر، فيها رياحه اكثر، ما في شيء عم يأيده. أنا فعلا بسمي شهر رمضان كمان شهر التخطيط، شهر التخطيط وتوزيع الأوقات. نحن إذا فعلا خططنا بهذا الشهر ونظمنا وقتنا، يعني شوف أنت المعلم اللي بيقول بهذا الشهر مثلا توزيع الوقت وتوسيعه، يعني نحن ما نوزع وقتنا بتوسع لحاله. نعم. بصير عندنا أوقات كثيرة نحن بنقدر نستفيد منها.
فهذا الشهر المبارك هو فعلا هو شهر التخطيط لهذه المواضيع، شهر تنظيم الأمور، شهر توزيع الأوقات، يعني شهر للمعاش، عفوا ساعة للمعاش، ساعة للعمل، يعني ساعة لعبادة الله، ساعة لتهذيب نفسنا، ساعة نقعد مع عيالنا مع أسرتنا. وهذا على فكرة يعني شهر رمضان فعلا هو كمان له تسمية تاني، هو شهر الأسرة، يعني نجتمع جمعتنا مع بعضنا البعض. دايشة حلوة فعلا، دايشة بتقرب العلاقات لبعض على كل، يعني واحة واسعة من الاستفادة بمختلف الأوجه، ليس فقط هو واحة للعبادة والتقرب من الله عز وجل، لا، واحة لتقويم أشياء كتير بحياتنا مع العيلة مع وقتنا إدارة حياتنا بشكل عام. فسبحان الله، يعني أديها الفرصة مهمة جدا. مشان هيك آخر شيء كمان، الله سبحانه وتعالى بيقول يعني بالقرآن الكريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة، الإنسان يوم القيامة بيتحسر على اللحظات اللي ضاعت بها الحياة. أما أنت شو عملت بحياتك؟ عندما يسأل عن أربعة مثلا، عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلغ، أنت وين ضيعت أوقاتك؟ فالوقت هو أساسي، الوقت هو أساسي للخلاص والنجاح والبلوغ نحو رضوان الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم فضيلة الشيخ محمد جواد محسن، الله يتقبل أعمالكم يا رب ويعيننا كلنا، لأنه بالنهاية كلنا يعني نطلب عون الله حتى نقدر عن جد نوفي هالشهر حقه ونظهر منه كسبانين كما هو المأمول دايما. شكرا لكم، شكرا جزيلا، بأمان الله. بالعودة إلى ضيفتنا بالاستوديو أستاذة فاطمة نور الدين، خلينا نكون واقعيين شوي، يمكن هلأ البارت الثاني. نحن حياتنا فيها صخب، في التزامات عمل، في التزامات أسرية، في التزامات مع المجتمع. هلأ بيجي حدا بيقول إنه نحن ليش هالقد عم ننظر ونقول بنحط على الورقة والقلم بدي أعمل وساوي كذا، ما شوفوا واقع الناس اليوم وين، يعني حتى وقتها ما عم بتلحقوا أصلا، عم تركض لحتى تأمن لقمة العيش، لتأمن الأولادة، لتأمن كذا. هيدي كيف فينا نوائم نحن بين حياتنا الصاخبة بالفعل وشو ما دخل عليها من مؤثرات ومن شغلات ضاغطة عم تاخد، هي اللي عم تسرق لنا وقتنا أحيانا، ونحن عم نلهث وراء هذا الوقت. وهل هي تكون حجة أحيانا أنه فينا عن جد نقول أنه بالفعل يعني حياتنا ما عم تسمح لنا نحن حتى بشهر رمضان تحديدا اللي هو كمان في صيام ما ننسى، ويمكن شوي جسديا بنكون تعبانين أكثر. صحيح أخت سوزان، حطيتي إيدك على الجرح كالعادة، دايما الحجة، خلينا ما نقول الحجة، الواقع فعلا. يعني قد يكون بعض الأشخاص بيتحجزوا، ولكن في أشخاص كتير فعلا هيدا واقع، هيدا حياتنا مصروف. أنه نحن بحياة، وللأسف هيدا بسبب الوضع اللي وصلت له البشرية، الثقافة الاستهلاكية المادية لوين وصلتنا. لأنه حتما لو نحن كان ماشي البشر بطريقة تانية عم يلهث وراء أمور أهم من أنه نحن ناكل ونشرب ونجيب بيت وسيارة ونعيشه، وهيدي الأمور المادية حتما كانت أولوياتنا مختلفة. عادة بزحمة الحياة طبعا نحن بيقطع الإنسان بأمور ضاغطة، بس ما في إنسان على وجه الأرض هي كل حياته ضاغطة وإلا في شيء غلط. حتما اللي بيكون هو أكتر من 10 سنين أو 5 سنين حياته هالقد مستنزفة لازم يعرف إنه في شيء بالضبط. لأنه كلنا منقطع. أنا مثلا كأم، الأم معروف إنه أول 3 سنين عندها وقتها مش لقلها، لأنه ابنها بالنهاية عم ترعاه، ما فيها تغمض عينها عنه. حتى أول سنة من حياته متطلباته إنه عطول بده يأكل بده. فبقدر إنه أنت كأم عندك هول 3 سنين بيكونوا صعبين، بس بعدين لما أولادك يكبروا أو يروحوا على المدرسة ما تقلي لي نفس الضغط مثل ما بيكون عندك طفل رضيع. طب نحن لما منفوت على الجامعة إنه منعرف عنا 3 سنين وقتنا منظم حسب كورسات الجامعة محاضرات الجامعة، بس أنا كل حياتي رهن للوقت اللي بتحطه الجامعة. حتى لما أنا مثلا بدي هلأ أسس شغل، لما بدي أسس شغل أنا عمريا يمكن بدي اضطر أشتغل أكتر من 12 ساعة بالنهار، لأنه أنا هلأ في مرحلة التأسيس، بس إنه هلأ أنا كل حياتي بدي ضلني بهذه الطريقة. وبحال نحن كان عندنا تعدد مهام وتعدد واجبات، شو بينصحوا اللي بيحكوا بعالم إدارة الوقت؟ بيحكوا بترتيب الأولويات. إنه بالنهاية أنا هلأ مثلا بحب أعطي أمثلة أنا من الحياة، أكيد هذا اللي بيفيد أكتر. أنا بدي نقي عروس، في عروس على وجه الأرض غير السيدة فاطمة والسيدة مريم، هني كاملين من كل النواحي. يعني بدها تكون واحدة حلوة متعلمة، قد تكون مثلا
يمكن صفاتها أو طباعها ما بتشبهني، أو وحدة كتير شخصيتها بتشبه شخصيتي، ولكن يمكن ما عندها الجمال المطلوب، الطول المطلوب، عالطول بيقول ما بتكمل إلا فيه ما في شيء. طب أنا على أي أساس بختار حسب الأولويات اللي حاططها. اللي همه البعد المادي بقلك أنا عندي الجمال، يعني تكون اللي بدي إياه، بس بدي إياها تكون حلوة. الشخص التاني بقلك لا، أنا عندي إياه بدها تكون ذات دين، تكون متدين، تكون تفهم. أنا بعرف إنه المرة حتى لو ما كانت حلوة بس تفهم، تعرف تدير لبيتي صح. طب هنا على أي أساس أخذت قرار؟ حسب أساس أولوياتي أنا وأساس أهدافي أنا من الزواج. نفس الشيء في الوقت، أنا كأم، كعاملة، كموظفة، كمؤسسة عمل، وين ما كانت أنا على رأس عملي هلأ اليوم كمدير، عندي مهام متعددة جدا. إذا أنا ما رتبت أولوياتي حيخلص الوقت وحيخلص العمر وأنا كل الوقت عم بركض عطول عطول. أنا كأم مثلا في عندي أنه أنا بدي روح أعمل هيدا الشيء، وفي عندي ولادة، قد أنا أترك هيدا الموضوع ليه؟ لأنه عندي أولوياتي موضوع بيتي وعائلتي. هون بيكون استثمار الوقت بأنه أنا بقطف النتائج، فبطلع أنه أنا مستفيدة عن الوقت بالطريقة السليمة 100%. مثل واحد عنده بده يدرس للامتحان، شو بقولوا لك؟ دروس اللي هو ممكن يجي، أو دروس اللي أنت ما عندك يعني ما أبدا مش مرئين عليك، تدرب عليهم، أو ركز اللي أنت يعني دايما بيعطوك نصائح بناء على أنت شو عندك هلأ إمكانية. نعم، هيدي شغلة كتير أساسية. إذا ما ننطبقها دغري على شهر رمضان، بدي أعطي مثال من واقع شهر رمضان أخت سوزان. نحن عادة بليالينا الطبيعية بناكل، بنقعد، بنسهر، بنقعد بنحط هالأرجيل افترضنا، أو بنحضر تلفزيون، أو بنحمل التليفون على السوشيال ميديا. فجأة بتصير الساعة 3 بالليل أو 2 بالليل ومننام، ومنكون كل هالليلة شو عملنا؟ قعدنا ضيعنا وقت. طيب نجي لشهر رمضان، في عنا ليلة اسمها ليلة القدر. فجأة بصير هيدا الشخص يعني أصلاً بيتفاجأ أنه أنا قرأت هالقد عدد من الصفحات، هالقد عملت أدعية، هالقد صليت، هالقد قرأت قرآن، والتزم بدعاء الجوشن بالضبط. يعني اللي هو أصلاً أنا يمكن ساعة ما أقدر أقعد. جميل جداً بس متعب شوي يعني، بس وهلأ بينصحوا، وهلأ هني النصيحة سمعتها من أحد العلماء أنه أصموا لدعاء الجوشن، بلشوا فيه من أول شهر رمضان، أقروا مقطع مقطع مقطع. هذا كمان له علاقة بالوقت بالضبط، حتى له علاقة بقدرتنا على التحمل. يعني هيدا في درس لقلنا، طب انه انا من شخص ابدا ما بقدر اقرا دعاء اكثر من صفحه، لشخص بده يقرا هالقد عدد صفحات، فبلش يا خيي كل يوم اقرا مقطع. هي فكره فلسفه القران انه نحن رح نقرا جزء او حزب حزب، او 5 آيات او 50 آية. شو الفكره؟ انه نحن نفسنا مرات ما بيكون عندها قابليه. نحن بموضوع الوقت نفس الشيء، ما نستفيد من شهر رمضان بهذا الاطار، انه نحن نوثق انه نحن نستطيع، وانه نفسنا فينا نوسع على قابلياتها. وبدليل هيك عم بتصوم 12 ساعة و10 ساعات، وبدالي انك عم تقوم تصلي وهيك، بس بدك بتحي. في ناس ما بتفي، بتقلك ما بتحمل على 10 بتطفي فجأة بليلة القدر. طب شو اللي بيحركهم غير جوا دوافع قوية انه هيدي ليلة من افضل الليالي، والله بيقسم الارزاق المادية والمعنوية، وليلة صاحب الزمان، وليلة نزول القرآن. بتحس كل هالدوافع بتلهمهم، بصيروا بيشربوا قهوة، بيعملوا المستحيل، بيروحوا للاحياءات الجماعية ليستفيدوا. فانت يا انسان بدك تؤمن بداية انك تستطيع، وشهر رمضان هيدا الشيء لحتى تلمس لمس اليد وتشوف بعينك. والشغل الثاني انك بدك تستفيد من شهر رمضان بانك تهون على نفسك. والله كان في الله يعمله يوم، ولكن عمله شهر، عمله 30 يوم، لحتى يعرف انه عن جد قابليتنا مرات تحتاج الى توسعة والى تهيئة. نحن لازم نستفيد من فكرة انه كل شوي 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 على حالنا، خاصة بظل هيدا الحياة. نحن شو اللي عم بيصير هلأ؟ عنا واجبات متعددة وعنا تحديات كثيرة. يعني موضوع الأولويات أستاذة فاطمة، كمان لما كنا يعني حتى أولوياتنا كترت، يعني بتطلع أنا كأم أنه أنا عندي شغلة، بدي أرجع على البيت، عندي بيتي، عندي الأولاد، هو اللي صاروا أنا ملزمة فيهم، ما عندي الخيار أنه شوف وين الأولوية، لأنه أنا إذا ما اشتغلت رح تضعف إنتاجية بيتي، لأنه أنا إذا ما ربيت كمان رح أحس حالي فشلت، اشتغلت برا وما أسست جوا، ولأنه أنا عندي الالتزامات العبادية بتخرب علاقتي بالله عز وجل. يعني عم نمشي صرنا بشكل أفقي وكله بده يمشي مع بعضه. وهذا اللي أنا يعني يمكن قصدته أكتر، إنه في شيء مفروض علينا اليوم، ما عادش فينا نقول ببعض الأحيان إنه بترك هيدي كرمال هيدي، مضطرين نمشي عن جد، وهون بيحتاج أكتر لإدارة الوقت. يعني أنا بدي أوصل للهدف إنه إيه، نحنا لحتى نعين حالنا بهالمرحلة إنه بدي يكون في شيء اسمه إدارة وقت. لحتى نروح لشيء تطبيقي على اللي عم تقولي أخت سوزان. طيب نحن قلتي أنت مرات أنه نحن بالحياة بشكل عام بيكون عنا مش أولوية واحدة، بيكون عنا أكثر من أولوية. طب طبيعي في هون شيء بينتقلوا لشيء تاني، هو الأمور الطارئة.
والأمور الضرورية بأي معنى. أنت بشكل عام أولويتك عملك، بس إذا أنت خلال هيدا النهار اليوم عندك حلقة، شو أولويتك بتصير أعلى من أنه أنت مثلا تعملي هلأ شيء تطبخي مثلا؟ ليه؟ لأنه في حلقة بتطلع الهواء، أنت ملتزمة مع إذاعة، ملتزمة مع ضيف، فهيدا الشيء صار أكثر من أولوية، صار موضوع ضروري طارئ، يعني رد أليرت. فبالتالي أنا بعمله بعد ما يروح وتخلص الحلقة، بترجع الأولويات بصير أولويتي أنه جيب ابني من المدرسة لأنه الساعة 3 بيخلص الدوام. فبالتالي أنا ما بدي أتعاطى مع وقتي، أو لما بدي دير أنا هيدا الوقت، بعد ما قسم لأولويات. وأخت سوزان، بدنا نكون واقعيين، ما نقدم تنازلات لأنه بالنهاية بتطلع براسنا. يعني بأي معنى أنه في أشخاص وين بيصير بيقولوا ألا منفوت بالاكتئاب ومنفوت بحالة نفسية كتير صعبة. في أم بيكون بدها تعلم أولادها ويطلعوا متفوقين وعطول نضاف وعطول بيتها مرتب وتطبخ وبشغلها ناجحة وبشغلها بدها تكون متفوقة، يعني صراحة وبدها تعمل اجتماعياتها وبدها تروح سوبر ومن، يعني بدها تكون أو هلأ سوبر إنسان. يعني آخر شيء بيطلع بمحل ما بده ناكلها بجانب من الجوانب. فمن الأساس نحن نكون واقعيين ونكون نحن مرنين بتحديد التنازلات. انت باليوم اللي بدك تكون كتير مضغوط عندك تسليم لشغلك، ما عليه تقصري شوي ببيتك. انت بموضوع هلأ ابنك عنده امتحانات او هلأ ابنك مريض، هون تغيرت. عشان هيك الحياة اللي قلت لك انه ما لازم نكون عطول نحن رافعين هيدا الانذار الاحمر انه انا اذا بغمض عيني بيخرب بيتي، اذا بغمض عيني بيخرب شغلي. هون انا بدي اطلب مساعدة، وهون فكرة انه الواحد بيجيب مساعدة مثل هلأ بالعمل الاعلامي. اخت سوزان، انت ما تحتاج لمساعدة إن كانت تساعدك بالإعداد الحلقة، أو هلأ نحن اليوم بإدارة الحلقة بتقدري أنت تديري وتعملك الصوت وتتصلي بالضيف. أكيد لا، عمل فريق متكامل بالضبط. هون ساعتها الإنسان بيلجأ للمساعدة. لما أنا بيجي بقول إنه أنا أولويات اثنيناتهم بنفس المستوى وعطول أنا عندي موضوع طارئ، فبالتالي عشان هون عشان هيك بتجيب مساعدة بالبيت، مساعدة بالعمل. وإلا كنت عم تابع دوكيومنتري ديك المرة عن تعدد المهام على قناة ألمانية، كانوا عم بيقولوا إنه هيدي الخدعة النفسية اللي بنعملها إنه نحن بنقدر نعمل أكتر من شغلة بنفس الوقت، بنرد على التليفون ومنسوق السيارة وبنعمل، هيدي انعكاسها على الدماغ جدا سيء. وقد بالضبط بقلة التركيز، وبفرجوك بطريقة علمية النسب المئوية قديش بيضعف التركيز. في تشتت بالنهايه بيصير هذا الامر، انه ما تخدعوا حالكم انا بقدر اعمل اكثر من شغله بنفس الوقت. حتما انت في شغله عم بتركزي عليها وشغله ما عم تركزي عليها، وما بتكون بالجوده المطلوبه، واصلا اعصاب الدماغ بتتعب وبالتالي بياثر على دماغ على المدى البعيد. وبيحكوا بيشرحوا بالتفصيل كيف نحن بنشتغل بموضوع تعدد المهام وهذا التفاصيل. هكل حال، واحيانا في دافع ذاتي يعني للانسان يفوت حاله بهذه الدوامه، بدي اثبت حالي، انا تعلمت لاشتغل، انا بدي يكون افضل شيء، أنا بدي يكون أحسن شيء، بدي المجتمع يشوفني بأبهى صورة. صحيح. بالنهاية هيدا اللي يمكن بيخلي البعض أنه يمشي بهالطريقة العشوائية. وكما ذكرتي تماما، بالنهاية في ثمن بده يندفع، وبتصور الشخص نفسه هو اللي بيدفعه. يعني بالزبط، مفيش تاني من العمل رح يكفي، والولاد رح يكفوا، كل شيء رح يكفي براسه. وفي هون شغلة قال سمحت الشيخ بحب استفيد منه، أنه لما قال أنه ساعة لأمور المعاش وساعة تخلونا فيه لمناجاة ربكم، وساعة موضوع انه انتم انفسكم يعني شوفوا انه نحن ما ننساها على فكره اللي هي اذا اصلا هي كف الحديث، انه انتم احنا اذا عملناها كنا على غيرها من الساعات. نحن كمان حتى قديش دينا في عبادات وفي التزامات، نحن اذا ما كان عندنا وقت للترفيه ووقت للراحه ما بنقدر نقوم بكل المهام الثانيه. يعني ما هلا نعطي صوره للاشخاص اللي عم يسمعونا انه انا يعني بس بدي دير وقت يعني انا روبوت. لا، انا بتعب، ولما الشخص بيتعب بده يرتاح. وانا في مرات كتير بعمل هيدا لانه انا ما عم بعمل شيء هو بحد ذاته شيء لانه انا عم برتاح فيه، بس نحن شو اللي عم بيصير عنا بسبب حب الراحه والتفاهة اللي عم بتصير، الناس عم تتلذذ بانه هي ما عندها شيء اكثر من انه يكون منتجه وعندها شيء. نحن مش هون ازمتنا انه هيك، عم نفهم الراحه غلط. وخاصه في موضوع نحن ما لازم نغفل عنه اخت سوزان، موضوع السوشيال ميديا. اليوم عم تطلع الكثير من التحذيرات، مش عم نحكي نحن بالجانب القيمي والاخلاق، لا لا، بس بموضوع الوقت. يعني كمان اللي بتابع بالقصص التوثيقيه، انه الحلو انه بالغرب هن بيعملوا الشغل وبيطلعوا بيحكوا عنها وبينقدوها، يعني هن كتير متصالحين مع الموضوع. انه اليوم في تحدي كتير كبير امام هيدا الجيل. يعني هلا لكل المربين اللي عم يسمعونا، في جيل جديد
خلق مع الشاشات ومع الأجهزة الذكية. هيدا الجيل بعد لهلأ ما بينت نتائجه، بس ناطره. هيدا الجيل هو جيل السرعة، جيل اللي على طول لازم يكون عم يتابع، إذا بتلاحظ محفز دايما بده يضل وما بيقدر يركز. يعني نحن اليوم لما منقسم وقتنا ونقوم بالأمور المهمة، في شيء يتطلب وقت، واللي بيتطلب وقت بده صبر. يعني أنت اليوم لما عم تبني علاقة مع صديقتك بتاخد سنوات لتشوف نتيجة. في ناس بيصير بدهم نتيجة سريعة بالضبط، دغري يعني لايك وعملت لها، يا بتزبط يا ما بتزبط، خلص بنمشي. بالزواج، بعلاقاتهم الاجتماعية، بعلاقاتهم سهل عم بيطلع من التجارب يعني. وليش بيصيروا عرضة أكثر للاكتئاب واليأس؟ لأنه هن متعودين على الشيء السريع، بيحضروا ريلز على الإنسا وعلى الفيسبوك كله أبو دقيقة دقيقتين على طول على طول. بيعتبروا أنه الحياة هيك بتمشي. كمان فلسفة الوقت أنه إحنا بدنا نكون صبورين عليه. يعني الرسول كم سنة ضلوا لحتى يدعي؟ أنا لما بدي أنا اكتسب عادة معينة بدها وقت. نفس الشيء بدنا نكون نحن صبورين ونعرف نستثمر الوقت، وما نكون كل الوقت بدنا شيء سريع. هلأ هيدا خطورة السوشيال ميديا، أنه عم تخلق جيل عطول بتضله محفز، عطول الأدرينالين عنده عالي جدا. فبالتالي إذا بتقول له ماما أنت بدك لتصير شاطر بالقراءة أو بالريدينج أو بالماث، أنت يا ماما بده وقت، بيستسلم دغري إذا ما جاب علامة سريعة. ما عنده فكرة أنه أنا لا، ممكن تاخد شهور هيدا الموضوع لحتى أنا أمتلك هيدا المهارة. وبيقص وبينحبط وبكون لأنه ما في نتيجة سريعة، فبالتالي هذا الشيء بينعكس عليه. هيدا الموضوع كمان لازم كتير نحذر منه، نبلش من عمر صغير، إن كنا نحن مربيين أو أمهات أو أهالي، إنه نحن نلفت أولادنا وندربهم على موضوع غير إنه يقسموا الوقت ويدوروه، إنه يكون عندهم صبر على تحقيق النتائج. يعني مثل أنا هلأ مثلا بدي أقنعك بفكرة، إذا أنا كنت شخص ما بعرف إنه التيك تايم أو بدأ وقت it takes time، شو بصير؟ أنا بستسلم بسرعة دغري وما بحقق النتيجة المطلوبة. أنا إذا بدي أقنعك بفكرة اليوم بدي وقت لحتى أشتغل على أفكارك، لحتى أروج لفكرتي، لحتى أعطيك الشواهد المطلوبة والحجج المطلوبة. وإلا أخذ سوزان كنا هلأ عملنا حلقة بخمس دقائق، طلعنا قلنا الوقت كالسيف وديروا وقتكم وخلصنا. هيك هلأ بالريل عم بصير. يعني حتى ما عندهم صبر أنهم يسمعوا، لأنه أنت تمهد الفكرة وتعطي أمثلة وتقنعي وتعطي. حتى المتابعات ببعض البوستات إذا كانت شوي طويلة ما عندك، يمكن بتقولي لا بقرأ هيك شوي سريع وبمشي. يعني كمان يعني حتى اليوم ما بعرف إذا دي بعد في ناس تقرأ قصص، بتقرأ كتب كمان، هو اللي عم بيقلوا عنا لأنه صاروا رايحين أكتر على عصر السرعة. نحن بالدقائق الأخيرة لحتى نختم اليوم، طبعا شهر رمضان كما ذكرنا هو مدرسة بحد ذاته بتعليم إدارة وتنظيم الوقت لمن أراد وبالفعل يعني اجتهد بهذا الموضوع، لحتى ما نظهر خسرانين من هذا الأمر. خلينا نرجع نعطي شوية يمكن نصائح نحن عملية، بدنا نكتب، بدنا نحدد هدف، بدنا نجرب يوميا لحتى يمكن نقدر نكيف حالنا مع موضوع شهر رمضان وما يتطلبه، وبس نخلص من هذا الشهر. وهون التحدي الأكبر كمان قدي نحن نكون حريصين أنه نكفي بنفس النمط. صحيح. من وحي عنوان برنامجنا علمني رمضان، موضوع الوقت لازم يكون من الأمور اللي بيعلمنا إياها شهر رمضان وبدخلها حياتنا. برجع بقول لا إفراط ولا تفريط، يعني لا نكون مبالغة بأنه عطول عطول هيك عم نركض ركض ورا الوقت، لأنه هذا الشيء بيستنزف وهذا الشيء مش مطلوب، ولا أنه كمان تمرق الساعات والدقائق ونحن مش حاسين فيها. إيه، أدعو الجميع أنه هلأ صار في كتير هيدي ثقافة الوقت، كنا عم نحكي عن قيمة الوقت، وفي ثقافة التخطيط وتنظيم الوقت. الحمد لله أنه هلأ صار في حتى بلانرز لشهر رمضان. يعني قبل كنت تجيبي مخطط أسبوعي، مفكرة سنوية، حتى هلأ في بعض الصبايا والشباب عم يصمموا وعم يطبعوا بعض. يا ريت جبتها معي على فكرة، أنا عندي إياها. أنه هيدي الرزنامة الرمضانية اللي هي مقسمة حسب واجباتنا والمهام اللي لازم نقوم فيها بشهر رمضان لازم تكون موجودة. الشخص أدرى بنفسه، ما تتاخد بكل هيدا الحكي. لو أنا نظمت أشياء محددة، مواقيت صلواتي، لو أنا نظمت واجبات الأساسية أنا كأم أو كعامل، أنه أنا في شغلات أساسية، وما روح للي بحس حاله أنه ممكن يمل أو ممكن يتعب، يقسم الوقت بطريقة أنه هو يحقق المهام الأساسية اللي إذا ما عملها بيطلع آخر النهار بيقول راح وقتي وأنا ما استفدت منه. إحنا عندنا لما يقولوا من تساوى يومه فهو مغبون. شو معناته؟ أنه أنا هذا جرس إنذار بحد ذاته. أنا كل ما أسمعه هيدا الحديث جد بحسسني بالمسؤولية، أنه ليش أنا اليوم ما لازم كرر اللي عملته مبارح. فإذا بشهر رمضان دعوة أنه أنا أحط مخطط لألي ولو كان صفحة صغيرة. يعني أنا تخطيط الناس بتستوهم منه. لما أقول خطط لأسبوعك، خطط ليومك، أنه أنا
بدي أخذ دقيقة أنا بس في الصبح، هلا قبل ما أجي عندك اليوم عندي مقابلة، عندي هيك عندي هيك، بكتبهم بحط الوقت. أنا اليوم بدي أطبخ فطار، بدي أروح أتصل بفلان، بس بكتبهم لحتى أنا أتعاطى أقول لدماغي أنه أنا نهاري هول 12 ساعة هني ما بدهم يروحوا هباء. إذا بدي خطط، بدي أكون واقعي بتحديد الأهداف، بدي أستفيد من شهر رمضان بشغل كتير حلو بتراوة النفس وهيدا الاستعداد، لأنه شهر رمضان بفوتنا هيك، هو بفوتنا بهذا البرنامج التنظيمي، فبدي أستفيد لأنه هيدا الشيء كتير بينعكس على دوافعي بطريقة إيجابية. بدي أدرك أنه أنا بالنهاية لكل إنسان قابليات، أنا حلو صنف حالي أعرف أنا قابلياتي قديش لموضوع الوقت، هل أنا من أسرة بنظموا وقتهم، هل أنا هيك ولا أنا، حتى أكون واقعي لأنه اللي هو شخصيته وبيئته ما بتساعده على هيدا الموضوع، فبالتالي بدي يروح ليزيل هيدا العوائق. مرات يمكن يكون في ملهيات ومشتتات بموضوع إدارة الوقت، نعم نحن بنحكي أعمال أعمال أعمال، بس في شغلة كمان أنه نحن لازم ننتبهها، إذا أنت حطيت برنامج وحطيت كل شيء وقررت، بس أنت على طول في مشتت بين إيدك اللي هو النوتيفيكيشن تبع التليفون، أنت كل ما قررت تقومي بمهم بقوم برن تليفونك، فبالتالي أنا بشخص، أو يمكن يكون أنا التلفزيون أو شو ما كان هيدا النوع من المشتتات، أنا بدي بعده لأنه لحتى نحقق إدارة وقت سليمة بدي أول شيء شيله. مثل موضوع التقوى بشهر رمضان، أنه الرسول بيقول أنه نحن تزكية وأن نبعد أنفسنا عن الذنوب، لأنه الذنوب بتأسى القلب وبتعمل وما تسمعوا الحرام وما تقولوا حرام، وبنفس الوقت من حسن في هذا الشهر خلقه. هيدا القاعدة ناخدها على إدارة الوقت، أنه أنا بدي نظم وقتي ورتب أولوياتي، بس كمان في أهم أنه أنا بدي زيل المشتتات. هون التفكر والتخطيط بيساعدني أنه أنا إجي أتأمل بحياتي، فعلا أنا اليوم براقب حالي آخر 3 أيام أنا كيف كان عم بضيع وقتي، انا بعد الافطار كنت عم بتسطح ولا عم تسحبها 6 ساعات، انا والله كنت عم بحضر تلفزيون، انا بالحديث عم بلتهي، بزيل هيدي العقبات والمشتتات وبعتقد الامور بتسلك. نحن شكلنا خلصنا عنده الحديث لا يمال، ولكن طبعا الانسان بس يكون عنده عزيمه واراده بيقدر. صح، كلنا ما فينا نقول انه ما بنقدر الا اذا في شيء خارج يعني الإرادي، ولكن طالما نحن عنا المهارات الاساسيه والدوافع الموجوده يفترض انه نحن ننجح. صح، وهذا حجه علينا كلنا. انا بدي اشكر حضورك معنا استاذه فاطمه نور الدين متخصصه في الارشاد التربوي، يعني كانت حلقه غنيه، ونتمنى طبعا بدءا من انفسنا انه نحن نوفق لان صح. ندير الوقت بالسليم وب بما يعود بالنفع علينا بهالشهر المبارك بكل الأمور، بدءا بعلاقتنا بالله عز وجل وصولا إلى أصغر نقطة. صحيح. بهالشهر. شكرا جزيلا لحضورك، الله يتقبل أعمالكم. يعطيك ألف عافية، تحية لك، كانت حلقة هلا. جدا شكرا لحضرتك بوجودك. أكيد بدي كمان أشكر ضيفنا فضيلة الشيخ محمد جواد محسن اللي كان معنا برأي عبر الهاتف. ختاما نشكر كل من رافقنا من مشاهدين عبر قناة الإيمان ومستمعين عبر أثير إذاعة البشائر، نعود لنطلع عليكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. أنقل تحيات الزميلة يمنى المقداد في الإعداد، الزميل أحمد الشيخ في التنفيذ، وهذه تحياتي رافقتكم في الحوار سوزان شعيط. إلى اللقاء.